الحين بالنسبه للقرعه ديال نهائيات كاس افريقيا اللي غادي تلعب ان شاء الله في الصيف القادم في مصر، على ما اظن بان كما شفنا المجموعات كيبان لي بان المجموعه ديال المغرب راه هي المجموعه القويه اللي كيتواجد فيها صاحب العاج هي كوت ديفوار وكذلك جنوب افريقيا، وكيبدو تنعرفوا حنا جنوب افريقيا وكما كنشوفوا الفرقه اللي لعبات مع الوداد بانها فرقه كانت قويه، وجنوب افريقيا وعلى ما اظن ناميبيا، اظن بان المجموعه قويه، ولكن حنا الحمد لله عندنا الثقه في الناخب وكذلك المنتخب ديالنا، ولا ننساو كذلك لان حنا عندنا الزياش وعندنا ان شاء الله الرجوع ديال الحكيمي وعندنا ان شاء الله غادي يكون خير، وهي مجموعه جد 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 قويه، ولكن على ما اظن بان المغرب اما مع الكوت ديفوار او مع المغرب وجنوب افريقيا غادي يزوروا معنا سي سنغالي qui vient au Maroc en 2013. Pour le tirage du sort aujourd'hui, on est content parce que notre poule, ils ne sont pas très difficiles. Mais le cas de Maroc, c'est un peu difficile, mais je pense que le Maroc va sortir avec la Côte d'Ivoire. Même nous aussi, je pense que Sénégal et Algérie va sortir cette poule-là. J'espère bien que Sénégal et Maroc va être dans la tête. إجراء القرعة تاع كأس إفريقيا، ولاحظنا بأن المنتخب المغربي تواجد مجموعة اللي هي حارقة وصعبة، كيتواجد فيها المغرب، كيتواجد فيها كوت ديفوار، ناميبيا وجنوب إفريقيا، مجموعة اللي ممكن نقولوا بأن وراء فرص متكافئة، ولكن حنا عندنا ثقة في المنتخب المغربي، الكفاءة في المهارات اللي كاينة التقنية العالية، وحتى اللعب الجماعي، عندنا ثقة كذلك في الناخب المغربي رومار، كنظن بأن هذه فرصة ثانية ليه باش يبين على علو الكعب ديالو، التكتيك ديالو. وفرصه كذلك باش ربما نفوزوا بهذا الكاس لما لا وندخلوا فرحه على قلوب الشعب المغربي، شفنا لهم وقت كبير وديما ديما المغرب.